اديني رساله لحد مش لازم تقول لي اسمه، زعلان منه عايز تعاتبه قافش عليه لو شفته مش عارف هتعمل فيه ايه، وحشني مضايقني ايا كان، وما تقوليش اسم 20 30 ثانيه بالظبط، اول ما تبقى جاهز قول لي وحشني جدا ايا كان، انا عايز اقول رساله لحد وتبدا بقى الرساله ايا كان، عتاب متضايق زعلان. لا انا هقول رساله، هو الحد مش موجود بس هقوله في الاخر يعني. ماشي. ان انا بشكره جدا ان هو خلاني الشخص ده، خلاني عندي المسؤوليه دي، خلاني راجل بتحمل مسؤوليه. الحمد لله بفضل الله ان انا محطوط، ده كرم من عند ربنا وتربيته ليا. ان انا محطوط في حته انا مبسوط بيها، ان انا سبب لناس كتير. فدي انا مبسوط منها جدا، وان هو رباني على ده وكرم ربنا عليا ان هو حطني في الحته دي. طبعا هي مش رساله مجهوله، هي مفهوم مين طبعا. الله يرحمه بقى. الله يرحمه. فانا بشكره جدا، واكتر حاجه مريحاني بشكل كبير جدا ان هو راضي عني الحمد لله.